السلام عليكم، شكرا لك على الشراء من متجري، وأتمنى أن تستفيد من هذه المنتجات أكبر استفادة ممكنة. ولكي أساعدك على تحقيق أكبر استفادة فانتبه معي جيدا في هذا الشرح. أول نصيحة، وهي لا تستعمل أبدا هذه الأغلفة كما هي وتعيد بيعها، بل حاول أن تنشئ غلاف خاص وتعدل عليه، وسأريك في هذا الفيديو كيف تعدل على الأغلفة وإنشاء غلاف خاص بك حتى لو كنت لا تعرف أي شيء في برنامج الفوتوشوب. ستحتاج فقط أن تثبت برنامج الفوتوشوب وتتابع معي المراحل. هنا سنجد جميع اللايرات منفصلة، وتستطيع التعديل على كل لاير على حدة، كما أنني وضعت قالب بمقاس 6×9 120 صفحة. سأريكم في نهاية الفيديو كيف تقومون بنقل الكفر من مقاس إلى مقاس آخر، مثلا إلى 8×5×11 دون أن يفقد الغلاف جودته. أولا سنقوم بالتعديل على لون الخلفية. سنحدد الخلفية ثم نضغط على FX في الأسفل، ثم نختار Color Overlay، ثم نضغط هنا على مربع اللون ونقوم باختيار اللون المناسب. يمكنك اختيار اللون من هذه الألوان الظاهرة، ويمكنك أيضا نسخ اللون من عناصر أو الصور الموجودة في الغلاف حتى يعطي تناسق أكبر بين لون الخلفية والعناصر الموجودة في التصميم. بعد اختيار اللون المناسب نضغط على OK ثم OK، وهكذا تغير لون الخلفية. بصراحة عجبني جدا هذا اللون الأخضر. طريقة ثانية لتغيير لون الخلفية، وهو إضافة بدل لون واحد Guardian Color، يعني تدرجات الألوان. سنضغط على FX مرة أخرى، ثم نفس الخيار Color Overlay حتى نزيله، ثم نزيل اللون السابق ونحدد خيار Guardian Overlay، ثم نختار من بين هذه العناصر الموجودة أو ننشئ Guardian Color بالألوان التي نريدها نحن، ثم نضغط على OK. سأعيد اللون السابق ثم أحفظه، سأزيل Guardian Overlay وأعيد Color Overlay. الخطوة الثانية، وهي كيف ننشئ كفر خاص بنا باستعمال أو دمج عناصر غلافين مختلفين. أولا سأريك كيف تقوم بإنشاء باترن أو نمط جديد. سنضغط على New ثم نحدد اسم للباترن، مثلا أنا كتبت Snowman Pattern، يعني نمط رجل الثلج. ثم المقاسات، سنختار الإنش ونختار الطول والعرض 16×16، ونتأكد أن الريزوليشن 300. ضروري التأكد من الريزوليشن أنها 300 فما فوق، لأن الكتب ستكون كتب مطبوعة، فإذا وضعتم 72 أو أقل من 300 بصفة عامة سوف تكون جودة التصميم رديئة، فضروري 300 فما فوق. ثم نسحب العناصر أو الصور التي نريد أن ننشئ بها الباترن الخاص بنا. طبعا إذا كنت مبتدئ بالفوتوشوب ووجدت الشرح معقد بعض الشيء، فقط قم بإعادة الفيديو وسيسهل عليك كل شيء بإذن الله. نتأكد أن هذه العلامة على الأوتو سيلكت، لكي عندما نضع الماوس على العنصر الذي نريده يقوم بتحديده بمفرده، ثم نسحبه إلى الباترن، وهكذا نختار عناصر من غلافين أو ثلاث. المهم تكون هذه العناصر لها علاقة ببعضها، فهنا اخترت رجل الثلج وأشجار عيد الميلاد، والاثنان لهما علاقة بنيتش الكريسماس. وبالمناسبة تستطيع استعمال Snowman وكريسماس ككلمات مفتاحية عندما تستعمل هذا الكفر، فهذه الكلمات ستزيد من فرص زيادة المبيعات، فانتبهوا لهذه النقطة. حددنا العناصر، الآن سنقوم بإنشاء الباترن. فركزوا معي، أول شيء سنسحب عنصر واحد مثلا رجل الثلج، وهنا فوق بحيث يظهر النصف منه فقط، Ctrl G حتى ننشئ نسخة أخرى من الشكل، ثم نتأكد من أننا نحدد الشكل الثاني، ثم نضغط على أداة التحديد هذه المربعة، ثم نحدد كامل الشكل هكذا، ثم نضغط على Delete. طبعا الشكل يظهر هنا بالكامل وكأننا لم نقم بشيء، لأن هناك نسخة أخرى والنسخة الثانية هي التي مسحناها، تمام؟ نضغط Ctrl T
لاحظوا الشكل الظاهر كله انمسح، وهنا يحدد لي فقط الشكل الموجود خارج حدود التصميم، واضح؟ ثم سنقوم أو سنضغط على Shift ونسحب الشكل إلى الأسفل ونتأكد أنه موجود مع حافة تماما، فإذا كان داخل أو خارج التصميم بمقدار بسيط جدا سيكون الباترن يعني سيء جدا وستكون فيه مشاكل كثيرة. فلكي يكون الباترن بشكل جيد عليكم التأكد من أن الشكل مع الحافة تماما. إذا أعيد مرة أخرى فركزوا معي، سنختار مثلا هذه الشجرة ثم بنفس الطريقة نضعها هنا فوق ونظهر جزء منها فقط، ثم نتأكد من أننا نحددها، ثم Ctrl G لإنشاء نسخة جديدة، ثم نحدد النسخة التي أنشأناها، ثم نضغط على مربع التحديد، ثم نحدد الشكل الظاهر، ثم نضغط على Delete، ثم Ctrl T ثم Shift ونسحب إلى الأسفل، وهكذا بنفس الطريقة نكمل الباقي. طبعا سيظل الوسط فارغ، فسنقوم بالتالي، سنوزع باقي العناصر بهذا الشكل، نكبر ونصغر فيها ونحاول أن نترك مسافة جيدة بين كل العناصر، ثم نتأكد من إزالة لون الخلفية لكي نستطيع أن ندمج الباترن مع أي خلفية أو لون خلفية نريد. ثم نضغط على Edit Define Pattern وهكذا أنشأنا الباترن الخاص بنا. والآن سنعود إلى الكفر السابق ونقوم بعمل نسخة جديدة لكي لا نخسر تصميمنا السابق. نضغط على File ثم Save As ونختار مكان حفظ التصميم، ثم نسميه، مثلا أنا سأسميه New Cover، ثم سأمسح كل العناصر، لا مشكلة فقد وضعت نسخة أخرى، أما الأشكال فسأتركها وأضعها غير مرئية لأنني سأحتاجها. أترك فقط التامبلايت أو القالب والخلفية، ثم نحدد الخلفية الباكراوند، ثم نضغط على FX ثم Pattern Overlay ونختار الباترن الذي أنشأناه. ثم من هنا نكبره ونصغره إلى أن نحصل على الشكل المناسب. والآن كيف نغير لون الخلفية؟ سنضغط على اللون من هنا ثم نختار لون من العناصر من عناصر الغلاف أو لون آخر مناسب، ثم نحدد الخلفية ونضغط على Alt Dilate حتى يصبح اللون في الخلفية. بصراحة عجبني هذا اللون الأزرق أيضا. والآن الخطوة الموالية وهي التعديل على الأشكال وإضافة العنوان، سنضغط على هذه العين لتظهر الأشكال. طبعا لكي نتأكد من أن تصميمنا في الوسط تماما سنقوم بخطوة مهمة جدا تساعدني كثيرا على التصميم براحة أكثر. سنسحب التمبلايت إلى فوق أو نقوم بإخفاء العناصر كلها ما عاد التمبلايت، ثم نضغط على View ثم New Layer Guide ثم نضع هنا 2 وهنا نترك الباقي كما هو، سنحدده يدويا، ثم نقوم بسحب الخطوط بهذا الشكل حسب حدود الغلاف أو التمبلايت، ثم نخفي التمبلايت ونظهر باقي التصميم. والآن سنقوم بالتعديل على الشكل، سنضغط Ctrl T ثم نسحبه، يمكننا وضعه فوق أو في الوسط، نصغره نكبره إلى أن نحصل على كتاب مميز خاص بنا. يمكننا أيضا تغيير الأشكال بين الأغلفة، فلهذا السبب وضعت لكل غلاف شكل مختلف حتى تستطيع أخذ شكل من غلاف ووضعه في غلاف آخر، وهذا الشكل أيضا طبعا لونه غير مناسب، سنحدده ثم نضغط على FX ثم Color Overlay ونختار شكل الخلفية مثلا أو لون من عناصر التصميم الأخرى إلى أن نجد أن اللون متناسق مع باقي التصميم. أعتقد لون الخلفية أجمل، ثم نكبر الشكل قليلا Ctrl T ونسحب، نتأكد أن الأشكال داخل التصميم بشكل متساوي
والآن سنضيف العنوان، سنأخذ إحدى نيتشات التي وضعتها مجانا في متجر كومرود. طبعا بالنسبة للأشخاص الذين اشتروا النسخة المدفوعة يمكنكم الاستفادة أيضا من الأغلفة والنيتشات التي وضعتها بشكل مجاني. إذا سنضيف النيتش، إذا سننسخ النيتش ونضغط على مربع النصوص في الفوتوشوب ثم كنترول في ونختار الخط المناسب من هنا. طبعا الخطوط أنصحكم باستعمال موقع The Fount أو موقع آخر، سأترك الموقعين لكم في ملف وورد، لكن اختاروا الخطوط التي 100% خاصة للاستعمال التجاري فقط، واختاروا خطوط سكريبت لأنها خطوط جميلة وتلفت الأنظار. طبعا الخطوط على حسب نوع النيتش المستعمل، بعض النيتشات يمكنكم استعمال الخطوط العادية وبعض النيتشات يمكنكم استعمال فيها خطوط سكريبت. سأختار إحدى الخطوط سكريبت الموجودة عندي، أعتقد هذا الخط سيكون جميل على التصميم، ثم أضغط على إعدادات النصوص وأقوم بتغيير الإعدادات إلى أن أحصل على الشكل المناسب بهذه الطريقة، تغيير الحجم، تكبير الحجم أو تصغير الحجم، الارتفاع وغير ذلك. يعني هذه الإعدادات العبوا فيها جيدا حتى تحصلوا على الشكل المناسب للخط المناسب حسب الكوفر وحسب نوع التصميم. وهكذا حصلنا على كفر جميل جدا واحترافي وذو جودة عالية بمقاس 6×9 إنش جاهز للرفع، ولكي أرفعه على أمازون كيندل يجب حفظه بصيغة PDF. نضغط على Save As ثم نختار PDF ثم Save. والآن كيف أنقل الغلاف من مقاس 6×9 إلى مقاس 8.5×11 دون أن يخسر التصميم جودته؟ طبعا إذا رأيتم فيديو أخطاء أثناء الرفع، فلكي تتجنبوا الأخطاء المتعلقة بالمقاسات عليكم أولا تصميم أو تحضير الأنتيريور، ثم بعد أن تحددوا عدد صفحات الأنتيريور نذهب إلى موقع KDP Template ثم نختار مقاس 8.5×11 ونحدد عدد الصفحات. أنا استعملت 120 صفحة للأنتيريور، إذن سأكتب 120 صفحة. إذا كان الأنتيريور 200 صفحة فاكتب 200 صفحة. نختار Black and White Paper ثم نحمل التمبليت، ثم نعود إلى برنامج الفوتوشوب وطبعا نفك الضغط على التمبليت أولا، ثم نختار الصورة PNG ونفتحها في الفوتوشوب، ثم نعود إلى الكفر الذي أنشأناه ونحدد جميع العناصر أو جميع اللايرات، يعني لا نحوله إلى صورة ثم ننقل الصورة فهذا يخفض من جودة الكفر. سننقل العناصر كما هي بصيغة PCD كل اللايرات، طبعا سنزيل العلامة من الأوتو سيليكت لكي نستطيع نقل كل العناصر، ثم نسحب التصميم بالكامل إلى المقاس الجديد ثم نضغط Ctrl T مع تحديد الكل ونسحب إلى أن يكون التصميم مناسب مع القالب. طبعا نتأكد من النصوص والأشكال داخل التصميم أنها في مكانها الصحيح. شكرا لحسن المتابعة، إذا كان لديكم أي استفسار أو توضيح فلا تترددوا بالتواصل معي عبر صفحتي على الإنستغرام أو الفيسبوك أو تيليجرام، وأتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق والإرباح.